خلونا نبدا اخبارنا بقى بخبر مهم جدا. امبارح دكتور هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه القت بيان اداء للوزاره امام الجلسه العامه لمجلس النواب، واستعرضت الخطوات والانجازات اللي حققتها وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه خلال الفتره اللي فاتت على عدد من المحاور، كان اولها اداره الاستثمار العام، كمان انخفاض معدل البطالة بنسبة 7.3% في الربع الأول من 2020 و2021 مقارنة ب 9.6% في الربع الرابع من 2019 و2020. كمان انخفض معدل البطالة السنوي من 13% في سنة 2014 إلى 7.9% في 2019، وكمان انخفض معدل التضخم ل 5.7% في 2020، وده أدنى مستوى ليه على مدار 14 عام. خلونا نعرف كمان تفاصيل أكتر عن هذا الاقتصاد اللي هو الحمد لله يا رب إن هو بخير جدا، من الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد أبو علي اللي معانا على الهاتف. وصباح الورد عليك. صباح الورد يا استاذه مها، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. يعني يمكن واحنا بنقول انه ده شيء مبشر وان في انخفاضات كتيره في معدل البطاله، واحنا بنتكلم كمان على يعني وزاره التخطيط انجزت في الحقيقه، ولكن الناس ومعدل التضخم كمان، لكن الناس قد تتساءل وتقول لك طب ازاي ده حصل واحنا عمالين نتكلم على انه في جائحه كورونا اللي عطلت حاجات كتير واللي وقعت اقتصادات كتير. عايزين توضيح. يعني ده سؤال مهم جدا. خليني اقول لحضرتك انه يمكن الملف التخطيط الاقتصادي تحديدا في على صعيد اي اقتصاد هو يمكن بيكون تحدي كبير امام اي حكومه، لانه يمكن اداره الخطه الاقتصاديه على الصعيد لاداره الاستثمار العام محليا او اداره، طبعا احنا عندنا رؤيه مصر للتنميه المستدامه 2030، ودي رؤيه بتمثل تحدي اقتصادي مهم جدا للدوله المصريه والاقتصاد المصري، وايضا المعدلات الاقتصاديه اللي بيتم استهدافها علشان نقدر ان احنا نحافظ عليها في معدلات آمنة ومطمئنة زي معدلات البطالة، معدل التضخم، معدل الفقر. فبالتالي يمكن وزارة التخطيط على الصعيد الاقتصادي أمامها مجموعة من التحديات الكبيرة. لكن لما نرجع لأساس هذا النجاح، زي ما قلت لحضرتك قبل كده في مداخلات سابقة، أنه يمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي الدولة المصرية نفذته في نوفمبر 2016، هذا البرنامج كان له انعكاسات إيجابية قوية على تدعيم يعني معدلات الامان في الاقتصاد المصري. فكره تنويع هيكل الاقتصاد وان احنا استحدثنا قطاعات اقتصاديه جديده، طورنا من شكل واليه عمل القطاعات الاقتصاديه حتى التقليديه زي قطاعات الزراعه والصناعه والطاقه وخلافه، يمكن ده اكسب الاقتصاد المصري حتى في اطار مواجهه تداعيات كورونا الاقتصاديه السلبيه صلابه ومرونه قويه جدا على التعامل معها. ويمكن لو حضرتك لاحظتي انه يمكن في ظل يعني التداعيات الاولى لكورونا في مارس 2020، انه كان كل العالم بيقفل ومجتمع الاعمال العالمي بيبدا ان هو في قلم الانكماش، يمكن كان الاقتصاد المصري احنا مستمرين حتى في المشروعات التنمويه اللي بنفتتحها، ما شاهدناش اي تاثر او ارتفاع مفاجئ في مستويات الاسعار او انه الدوله تراجعت عن سداد الاجور والمرتبات للعاملين بيها. بالعكس ده كمان كان في بعض المبادرات اللي من شانها تحقق الضمان الاجتماعي زي مبادره دعم العماله الموسميه او الغير منتظمه. كل هذه الامور مجتمعه بفضل الاصلاح الاقتصادي طبعا يمكن قدرت ان هي تنوع وتزيل من مرونه وصلابه الاقتصاد المصري في التعامل. خلينا اقول لك استاذه مها انه الاقتصاد المصري في بدايه تطبيق الاصلاح الاقتصادي احنا كنا في مرحله اسمها مرحله معالجه الاختلالات واعاده البناء. احنا النهارده بنتكلم على مرحله متقدمه او ما تالت الاصلاح الاقتصادي، هي مرحله التنميه. احنا دلوقتي بنستهدف التنميه، يعني كل ما هو يسبق التنميه من اعاده بناء، تصحيح اختلالات، ان احنا نعالج اي قصور ممكن يحصل في معدلات زي التضخم او البطاله او الفقر، يمكن احنا تجاوزنا هذه المرحله. احنا النهارده بنستهدف معدلات التنميه الاقتصاديه اللي يمكن مش بس تقدر تحقق شكل من الرخاء الاقتصادي او المستويات المعيشه الاجتماعيه المرضيه للاجيال الحاليه، لكن احنا كمان بنشتغل على فكرة التنمية المستدامة للأجيال القادمة. ويمكن ده بعد وتحدي كبير جدا، يمكن ده اللي حتى خلى الاقتصاد المصري يعني يمتزج أو يكتسب شكل من أشكال التنافسية في مجتمع العمل الدولي. يعني خلينا نقول على مستوى الفرد، يعني المواطن المصري قد يتساءل دلوقتي وهو بيشوفنا وبيقول طب هو يعني يحس ازاي بهذا الفارق، او يحس ازاي يعني نتاج التنمية الاقتصادية دي او نتاج هذا التطور.
تمام، خلينا بس في البدايه نكون متفقين انه ما ينفعش ان احنا نحصر نتائج وثمار التنميه الاقتصاديه على مستوى المواطن في فكره انا مرتبي او اجري زاد قد ايه، لكن لما الاقي انه في استقرار في مستويات الاسعار ده نجاح اقتصادي، لما الاقي انه ما فيش اختفاء لسلع معينه او اي شكل من اشكال الاحتكار ده استقرار اقتصادي، لما الاقي الدوله بتقدم مبادرات اجتماعيه زي حمايه العماله الغير منتظمه او العماله الموسميه ويتقدم لهم دعم مالي شهري بشكل منتظم ده نجاح اقتصادي، لما نشوف حجم التطور اللي حصل في البنيه التحتيه ومشروعات الطرق، مشروعات الثروه الحيوانيه، مشروعات الانتاج الزراعي، المشروع القومي للصوب الزراعيه، المشروع القومي للاستزراع السمكي، التطوير حتى اللي بيحدث في قطاع الطاقه، ما هو حضرتك لما تحصلي او يبقى عندك استقرار في الكهرباء اللي رايحه لحضرتك للبيت، ما فيش انقطاع في التيار الكهربي، تلاقي طريق كويس بتمشي عليه، بيوفر لك الوقت وبيوفر المجهود وبيوفر الحوادث، لما تلاقي انه الخضروات والفاكهه بدا يبقى فيها اكتفاء ذاتي وطول الوقت موجوده وان احنا استيرادنا من الخارج بينخفض بشكل تدريجي من هذه المنتجات، لما الاقي انه معدلات البطاله بدات تقل، لما الاقي انه في مزيد من الاستثمارات الاجنبيه دخلت للسوق، فرص عمل بتتولد، انه احنا نحول قطاعات زي قطاع الطاقه مثلا بدل ما انه قطاع كنا بنكتفي على ان احنا نقدمه خدمه استهلاكيه للمواطن، انه بقى قطاع اصبح يمتلك ميزه تنافسيه في مجتمع الاعمال العالمي اللي احنا بنجتذب استثمارات فيه وبقينا مركز اقليمي للطاقه، لما نكون في عندنا رغبه ان احنا نتحول مركز اقليمي للاستثمار، كل هذه الامور مجتمعه هي نجاح اقتصادي، لما النهارده نشوف ان السيد الرئيس بنفسه بيروح منطقه كانت بتصنف عليها من اخطر المناطق العشوائيه زي منطقه عزبه الهجانه ويوجه سيادته بتنميه وتطوير هذه المنطقه، لما نتكلم على 24 مدينه جديده، لما نوفر سكن اداء للمواطنين وحياه كريمه، مستوى صحي وخدمه صحيه لائقه في اطار مشروع القومي للتامين الصحي، كل هذه الامور مجتمعه يا استاذه مها هي ثمار للتنميه، التنميه بس لا تحصر فقط او النجاح الاقتصادي، فانا كموظف او كمواطن في الدوله مرتبي زاد بقد ايه؟ ما ممكن مرتبك يزيد ودي كانت التحدي اللي بيحصل قبل كده امام كل الحكومات قبل 2013 انه المرتب بيزيد من هنا والاسعار بتزيد زياده اعلى من زياده المرتب، فبالتالي المواطن ما كانش بيحس باي تنميه ولا اي رخاء اقتصادي، لكن احنا النهارده احنا دوله بتشتغل على كل المستويات ولازم المواطن يبقى عنده حاله الوعي الثقافي الاقتصادي دي انه ما ينفعش نحصر التنميه فانا اجري زاد قد ايه، لكن في حاجات كتيره جدا انت كمواطن الدوله بتوفرها لك في كل القطاعات ويمكن السيد الرئيس قال ده صراحه صحيح وبتكون متمثله في الخدمات وفي الدعم اللي بتشيله الدوله عن كاهل المواطن، ففي حاجه بتسند حاجه، واحنا دايما كنا عندنا ازمه فعلا الجاب او الفجوه اللي بتكون ما بين الدخل المادي وما بين اسعار السلع، اعتقد انه يعني الموضوع ده ابتدى الجاب دي او الفجوه دي تقل يعني تدريجيا، فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح الخبير الاقتصادي احمد ابو علي وصباح الورد عليك.